بال 95 او بال 94 ما اتذكر، كنت اني صايمه فشفت رؤيه، فبعد لبسته طبعا برمضان، وبعد ما اقدر انزعه، ما اقدر انزع الحجاب. تقدر تحكي لنا الرؤيه؟ يعني أنا حافظتها بس لا نحكيها، هم يقولوا لي إذا تحكيها مصير. لا يا مضى عليها وقت طويل. والله العظيم جتني السيدة فاطمة الزهراء بالمنام. أي ويعني ورؤية طويلة هي. ما عدنا شيء اليوم نسمعها. أي أنا قاعدة كنت بشقة بالأعظمية. فبالمنام احنا دائما اني من النوع اللي حريصه حتى الغاز اسده، الضويات الزايده اسده، حتى لو اكو كهرباء وماكو مشكله وماكو هذا، من النوع اللي اقول للسحره ما تخطيه، خلي غيري يستفيد، اطفي اخلي بصيص نور وهذا. بالمنام انه اشوف البيت كله صار انوار. اي فاجتني زوجة ابني قالت لي عمه هاي مره قاعده بالصاله والبيت شو انت مو طفيت؟ قلت لها اي والله طفيت، هاي بالمنام دا احكي لك. فرحت قلت لها منو انت؟ قالت لي اني فلانه سلام الله عليها. قلت لها زين تفضلي ايش من افتح لك الباب؟ قالت طبيت. عرفت؟ فقلت لها تفضلي، انا طبعا يعني احكي بالمنام يعني هاي رؤيه. قالت لي اني جوعانه سوي لي عشاء وطلبي اللي تريديه. زين قلت لها اي ما يخالف. رجعت اني راحت هي، رجعت اني لغرفتي شفت مرت ابني ثائر كنتوري مفتوح. وبسم الله الرحمن الرحيم كان تطلع منه يا ربي نوع من الـ الاشياء ما ادري شنو، مكسرات ما ادري فاكهه، اقسم بالله العظيم ما قاعد استذكر. طيبات طيبات من ثمار اهل الجنه. اقولها طلعي بعد هاي الك انت وثائر، هاي حصه حسام. تقول لي يا عمه وليش؟ اقول لها الكنتور مليان يا معوده مليان خيرات الله. زين ها ووصتني قالت لي انت بنيه مستوره واللي اذيش ترى اذي. حتى كانت امي الله يرحمها عندي قلت لها شوفي هاي بنيه مظلومه اللي اذيها ترى اذي اقسم بالله. صار واني باكر اتحاسب يوم القيامه. زين قالت لها مو اني مو صوتي يعني هو الحلم ايضا باطراف تخص الاهل ما احب اذكرها تحت يعني لا لا بما يخصك فقط يخصني. فقالت لي انت واني راضيه عنك اني مستوره زين اني شعري مكشوف بس يعني هو صح الحجاب هو الله سبحانه وتعالى يعني المرأة يقول لك المرأة عورة يا بشنو عورة شو أنا كلها مسورة. طبعا هو هواية مضايقني للأمانة حتى أكون صريحة، أولا بالحر مضايقني. زين يعني مرات مثلا أدوار هواية تروح من عندي لأن أنا وحجة بس أنا وصلت كان أكو توجيه مباشر بقضية الحجاب؟ إيه ما تقول لي مسورة بس شعرك يعني شنو؟ أي ف يعني مرات أنا مو أضايق منها أحس أني عندي حد. بعدين أنا وصلت إلى قناعة أقول يا ربي أنت تعرف بنيتي الله يوم القيامة يحاسب الشرك بي أوكي، وإنما الأعمال وبالنيات ولا كل امرئ ما نوى. بعدها لبست الحجاب؟ لبست الحجاب على طول ورحت ثاني يوم السوقت سويت لها أكل سويت عشاء.